جي في اللي صار فيه يا ودي، وين الاموال اللي استرجعت؟ انا استرجعت التوانسه، استرجعت لهم 27 مليون دولار من لبنان، واسترجعت لهم 30 مليون دولار من 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 ايطاليا، و30 و60 مليون دولار من فرنسا. رجعت فلوس. قول له قداش رجعت من مليم؟ يا رسول الله فقوا على روحكم. انا رايش نحدث بالناس اللي هم متفقين معايا، انا نحدث في هذا الشعب البسيط اللي مازال على يعني الغضب نتاعه، وهو غضب ماهوش على الثوره، الغضب على السبع سنوات اللي مرت. نعم. هذاك هو الغضب نتاعكم انتم، غضبكم على الثوره المضاده. يا اش خصكم وكانت ترجع لكم الثوره وقت اللي كنتم في عز وفي مجد، الصحفيين يسبوا في المرزوقي ليلا نهارا، والمرزوقي برا سب ما يهمش يعني، ما عندي حتى بالنسبه لي هذه ثمن حريه الصحافه. نعم. وتو في الوقت الحاضر، تو تجيو في الوقت الحاضر تهداو يعني، فيقوا على روحكم يعني. باش نقعدوا نستناو في الرجل هذا حتى يدمر البيت تماما؟ يا رجل عندكم رجل انسان غير سوي، بصدد تدمير الدوله، بصدد تدمير الشعب، بصدد ضرب التوانسه بعضهم البعض، وصفقوا تقولوا ونزمروا. هو يقول انا بصدد بناء الجمهوريه الجديده. يا سيدي، يا جمهوريه جديده تقول له انت ماكش قادر؟ يا تو شيء يضحك، جمهوريه جديده مش هذا الرجل قال لك انا جاي الجمهوريه الجديده للانسانيه جمعاء. نعم، انسانيه جمعاء معناها الرجل هذا يعتبر نفسه ولي. انت فينك؟ انت فين كنت؟ انت احنا وقت اللي كنا نعاركوا من اجل الجمهوريه، مش الجديده، الجمهوريه الثانيه كذا، وين كنت؟ ما كنت تخبي تحت ربة متاع امك؟ وين كنت؟ وتجي تو اليوم تحب يعني تتهم في عظام الرجال والنساء اللي ناضلوا وناضلوا كذا. الناس كلها اللي موجوده الان في الشوارع ضد هذا الشخص، هي اللي حملت الثوره على وجهها، هي اللي حملت الديمقراطيه اللي جابتك للسلطه، هي اللي كونتك. كان مش هذوكم الناضلوا، راجل تو قاعد في قهوه في 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 كذا وفي حجر امك. الثوره هي اللي جابت الديمقراطيه، والديمقراطيه هي اللي جابت الانتخابات، والانتخابات هي اللي جابتك. هو يقول الانقلاب بدا يوم 15 جانفي على الثوره. كلام فارغ. هو باش يولي ثوري اكثر منه. انا كنت نشوفه وقت اللي كنت في الرئاسه، كان يجيبوا لي تصاور. الراجل كان مع اعتصام الرحيل، كان اعتصام الرحيل اللي هو كان يعني كل الخمج نتاع النظام القديم كان موجود، هو كان موجود معاهم. تو يحب يولي زايد على ثوره ومسخره، قال لك يحب الاحتفالات في 17 ديسمبر، معناه يحب يسرق منه حتى الشعب. نعم. يعني ابطالنا يحب يسرقهم منه. 17 ايش دخلك في 17 ديسمبر ولا 14 جانفي؟ وين كنت انت باش تجي الثوره؟ ما كنت في حتى مكان. شو 17 ديسمبر؟ اهم شيء جابته الثوره هو الدستور. الدستور هو يعني هي سوريس الجاتو، يعني هي اهم شيء جابته الثوره. ليش؟ لانها قطعت مع قرون من الحكم الفردي، لانها جابت الدوله، جابت مفهوم وكان الدوله وكان دستورا توافقيا بالاغلبيه. عمرها ما صارت في تاريخ هالبلاد انه يعني مئات الاجتماعات وكذا صار فيه ونقاش وكذا، وفي الاخير عقد يعني لا، سواء في صيغته سواء في مضمونه سواء في كذا، تجي انت ترميه وتقول انا الحكم الفردي لي انا. شو هالكلام؟ انا مشكلتي مش هذا الرجل، مشكلتي هي الرجل، الناس اللي ما زالت تراهن عليه في داخل الدوله. وراه خسر، اسمعوا، راه مهما كنتم في اي مكان كنتم، في اي مسؤوليه كنتم، والله العظيم تراهنون على بغل خاسر، والله العظيم ستندمون على رهانكم على هذا البغل الخاسر. من 25 جويليه هنا مربط الفرس، هو فاعل ام مفعول به سعيد؟ شوف، هو انا اعتقد انه فاعل ثم اصبح مفعول به. فاعل يعني في البدايه يعني اختر انه 3 ملايين صوتوا له وكذا، واصبح ربما هذا زادت في عقده يعني الرجل هذا يعاني من عقده نقص، ربما من انه كونه لم يستطع ان يكون استاذ، وان يكون ثم اصبح اليوم فبدا دخل ثم فهمت، ثم اطراف فهمت، وخاصه هذا الطرف يعني تاع الثوره المضاده، فهموا انهم يستطيعون ان يشتغلوا به باش يحققوا بها هدفين: ضرب الاسلاميين اللي هو وضرب الدستور والعوده للحكم الفردي. ثم بعد كده يقول لك احنا تنخلصوا منه، يا طلع هو اخبث منهم او اذكى منهم او معاه ناس اخرين بعيد. هذا المجموعه هذه اللي نتاع العهد القديم اللي توا ولا ضده راهنت عليه على اساس انه باش يكملها، يعمل لها الخدمه لسالت رباي، وهم بعد كده باش يجيو يثنيوا الثمره. فاذا به طلع هو اللي كور بهم ان صح التعبير، او المجموعه اللي دايره به الان. هو ايضا انا اعتقد انه وراءه قوى ماهيش معروفه، انا ما بحبش ندخل تو في نظريه المؤامره. نعم. لكن بالنسبه لي هذا الرجل كما قلت ألف مره سيقف امام المحاكم 100%، لانه قبل ما تحطه في المستشفى الامراض العقليه يلزمك ساعه تثبت انه عنده، ثم محكمه يلزم تطلب الاكسبرتيز ميديكال، والاكسبرتيز ميديكال هي اللي تقرر، وبعد المحكمه على الاكسبرتيز ميديكال تقرر هل هو مسؤول
وبالتالي يجب ان يذهب للسجن، او هو غير مسؤول مريض يعني كذا يسمه يكمل حياته. نعم. لكن المهم في هذه العمليه قلت لك هو انه هو صار بعد ان كان مفعول به ولا هو اي هو يعني من عنده هذا الهذيان وهذا البسيكوتيك العظمة يعني جنون العظمه والاضطهاد وكذا، وبالتالي من يراهنون على انهم سيغيرون مسارهم لا يعرفون. انا كطبيب اعرف هذه الشخصيات، وهذه شخصيات خطيره جدا. اذا هو باش يواصل فاعل، ولكن ايضا مفعول به كما قلت لك العديد من القوى قاعده تخدم به، وهذه القوى اللي قاعده تخدم به قاعده تشوف اللي هو الرجل قاعد مضبع وماشي في الطريق الهواء، وماهيش مستعده باش تسقط معاه في الهاويه، وبالتالي هي التي ستساهم في التخلص منه ربما اكثر من المعارضات الموجوده الكل. نعم.